يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للاعتدال بعد الركوع، هل يقال إن صلاة كثير من الأحناف لا تصح لعدم اعتدالهم إلا بعد الرفع من الركوع قليلا فقط؟ هذا اجتهادهم، هذا اجتهادهم، ومن أراد السنة وأراد تمام الصلاة فإنه يعمل كما جاء في السنة، يعتدل. عند الجمهور أن هذا ركن، هم تركوا ركنا من أركان الصلاة، لكن هم مجتهدون في هذا ويرون أنه ما هو بركن، يرون أنه ما هو بركن، فلهم اجتهادهم، ما علينا منهم، ولا نبطل صلاتهم. أبطلنا صلاتهم، أبطلنا صلاة كثير منها، نحن ما علينا منهم، إذا صار هذا اجتهادهم ومقتنعين منه نحن نبين لهم السنة فقط، أما أن نلزمهم لا.